تحية لكم مشاهدي منصة هنا لبنان وما كنتوا عم بتتابعونا. خطر محتمل يهدد كوكب الأرض. اليوم أعلنت وكالة الفضاء ناسا أن هناك كويكب عملاق يقترب من كوكب الأرض أي من سطح الأرض ويشكل تهديدا محتملا على الكوكب. وكان لابد من متابعة هذا الأمر مع علماء الفضاء الذين سيمحصون ويدققون في هذه الخبرية لمعرفة ما تداعيات هذا الأمر على الكوكب على العالم، وهل من خطر محتمل على العالم بشكل عام، على الأرض على الكوكب، وأيضا على لبنان بشكل خاص. للمعرفة المزيد عن هذا الموضوع معنا رئيس تحرير مجلة علم وعالم البروفيسور مجدي السعد. نعم أستاذ مجدي السعد، حضرتك خبير بعالم الفضاء وعالم الفلك. بدنا نعرف منك اليوم هيدا الكويكب العملاق عم بيقرب كتير اليوم من الأرض، قديه في خطر على الكوكب؟ ما في خطر. ما في خطر، ويعني بس أنت قلت كلمة مهمة، محتمل. يعني اليقين ما في خطر. الكويكبات هي عبارة عن صخور بتراوح قطرة بين 3 أمتار و40 كيلومتر. طبعا تاريخيا الأرض تعرضت لسقوط كويكبات بأحجام كبيرة، يعني من 60 50 65 مليون سنة قضت على الديناصورات قد ما كان الانفجار مروع يعني. ودائما علماء الفلك بيطلعوا بيلاقوا آثار سقوط كويكبات على الأرض بمراحل تاريخية مختلفة. أكثر مكان بيقدر المشاهد يشوف أثر الكويكبات بس تصطدم بجرم سماوي هو القمر. يعني بيكفي نظور صغير، منظار صغير أو تلسكوب صغير توجهه على القمر بتشوف فيه فجوات. الفجوات هاي هي اصطدام هالكويكبات بسطح القمر من مئات ملايين السنين وعشرات ملايين السنين. هذا القمر ما كان عم بيشكل تداعيات، يعني حين يصطدم هيدا الكويكب بالقمر ما كان عم بيشكل تهديد معين؟ بالعكس، القمر عم يخدن لعنده بجاذبيته ويحمينا لقلنا. فهيدي شغلة مهمة. هلأ ليش الكويكبات بندرسها؟ مش بس لأنه بتشكل خطر علينا، لأنه ممكن تعطينا إمداد بالمستقبل للمعادن. يعني هلأ في كويكبات فيها معادن أكتر من كويكبات، لدرجة أنه بعض الكويكبات المعادن اللي فيها إذا بنستخرجهم وبنستعملهم على الأرض القيمة تبعهم تصل إلى عشرات التريليونات الدولارات. فإذا في مسعى لدراسة الكويكبات لسبب اقتصادي. السبب الأمني هو أنه يشكل خطر علينا دائما قائم. يعني أنت عندك تقريبا وكالات الفضاء قدروا يصنفوا 600,000 كويكب، أغلبهم يقع بالمدار ما بين كوكب المريخ وكوكب المشتري، يعني على بعد مئات ملايين الكيلومترات. لكن من هؤلاء 600,000 في حوالي 20,000 كويكب بيخرجوا من هيدا المدار وبيتجهوا صوب الشمس. هون هيدا المحتمل اللي عم تحكي عنه بصير ممكن يتحول لواقع. منشان هيك على طول في مراقب لقلهم، هو عم يسبح بالفضاء، هل لح يقترب يضربنا أم لح يمرق بمحاذاتنا. أغلب الكويكبات اللي بتشكل خطر علينا قلت لك قطرة بتراوح من 3 أمتار ل 40,000 متر. ضروري ضل وكالات الفضاء حاطة أجهزة الرصد، في رصد بصير من الفضاء الخارجي عبر تلسكوبات موجودة بالخارج الغلاف الجوي، يعني بالفضاء الخارجي، وفي تلسكوبات جديدة بدها تطلع كمان تنحط فوق لتعمل مراقبة شاملة لكل الفضاء المحيط بالأرض، وفي تلسكوبات على الأرض على طول بحالة ترقب. هلأ الشيء الحلو اللي صار من يومين انه احدى المركبات سايكي اللي بعتتها ناسا لدراسة احد الكويكبات صورت كويكب بعد ملايين الكيلومترات، يعني او مسافات بعيدة، لح توصل لعنده للكويكب بال2029، لح يتسنى لنا ندرس الكويكب عن قرب، لانه هيدا الكويكب بيعتبره في معادن ثمينة، وبالتالي لح يكون مثل بروفا للمستقبل لما نبعث مركبات تغط على الكويكبات ويصير في روبوتات تستخرج المعادن وتجيب لنا اياهم على الارض. حلو كتير. بس اليوم في امر معين يخطر
إلى أذهان الناس أو يخطر في أذهان الناس، طالما وكالة ناسا عم بتراقب الكويكبات اللي عم تقترب من الأرض. اليوم ما معيار أن تلمس هذه الكويكبات وتشكل يمكن كارثة على العالم وعلى كوكب الأرض؟ هل من تغيرات معينة بحال صارت مناخيا أو غير مناخيا هي اللي بدها تأدي أنه هذا الأمر يحصل؟ سؤالك مهم، هل من تغيرات؟ نعم ممكن يصير تغيرات، يعني ممكن كويكب جاذبية الأرض مع جاذبية الكواكب الثانية تتساعد مع بعضها تغير له محور دورانه وبالتالي يتجه صوبنا يضربنا، بس هل هيدا الموضوع يشكل خطر قريب؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه أغلب الكويكبات اللي هي محتمل تضربنا كلها تحت المراقبة. هلأ بحال صار في خطر أو صار تغير اللي أنت تفضلت فيه بمدار الكويكب، هناك وسائل لإبعاده. يعني تمام، يعني في قدرة معينة لتفادي هذا الشيء. السنة الماضية أرسلت ناسا مركبة دارت، يعني السهم، بعتت هاي المركبة وقذفت مقذوف باتجاه كويكب حيدته عن مساره. فهيدي أول تجربة من نوعها، يعني بلشنا نعمل تجارب على دفاعات كوكب الأرض تجاه هاي الكويكبات لأنه هول مش مسحة، وبالتالي المراقبة يعني بتنفع. يعني أنت طالما عم بتراقبهم، طالما قادر تسيطر عليهم، تبعت لهم يمكن هيدي المركبات اللي حضرتك حكيت عنها. أحسنت، المراقبة هي بتخلينا، وقبل سنوات لأنه أنت بتكون شايفه كيف جاي المدار تبعه، في وقت كافي لإرسال مركبات تعترضه، وفي هلأ تطوير لتكنولوجيات مختلفة ممكن مثلا ممكن تكب عليه شبكة كبيرة تلقي القبض عليه يعني وتجر وتزيحه عن شو بكون مصيره هون؟ بيزيح، بتشيله عن المدار اللي بده يضربنا لاتجاه مختلف، لاتجاه مختلف آمن لألنا، ممكن ما يكون آمن لغيرنا، ممكن راح يضرب كوكب تاني. ممكن تستعمل عليه تسخين، يعني تسلط عليه إشعاعات ليزر، التسخين بيولد بخار، البخار بيخليه يدفش يغير مساره. الحل الأخير النهائي هو إذا ما في لا حول ولا بده يضربنا، بده يشيل قارات بأكملها، تضرب سلاح نووي ساعتها. هلأ خطورته وين؟ السلاح النووي قادر يدمر كواكب؟ هو مش لتدمره إله، تعمل انفجار نووي حده، الشوك ويف الموجة الصدمية من الانفجار تبعده. هلأ الخوف وين؟ الخوف إنه إذا دمرته أو الموجة الصدمية فتتته، اولا صارت هاي الفتات هالصخور اللي ممكن تتراوح من كيلومتر لثلاثة كيلومتر لاثنين كيلومتر صارت مشبعة بشو؟ شعاع نووي. اذا البعض منا زمط وضل متجه صوبنا وضرب بشيل قارة او نص اوروبا بشيلها، يعني اذا كان كيلومتر او اثنين، وبيعمل شعاع اشعاع نووي، يعني تلوث نووي بالهواء والمي. فمنشان هيك السلاح النووي هو اخر خيار ممكن يلجأوا له، بس اللي فيني أكده لحد هلأ 100%، هل في خطر اليوم؟ لا. هل في خطر من هلأ لعشر سنين؟ كمان لا. هل في خطر من هلأ لخمسين سنة؟ كمان لا. فإذن هو خطر مؤجل، بضل في احتمال، بس النسبة العالية من التخمينات العلمية بتقلك لا ما في خطر علينا من الكويكبات، لكن هيدا ما بيغلي الخطر من النيازك، يعني الصخور الأصغر. الصخور الأصغر بتشيليابينسك بروسيا بال 2013 5000 جريح عمل، انفجر بالجو. بعد منها بكم سنة انفجر واحد فوق مضيق بيرينغ حد ألاسكا، كانت قوته أضعاف القنبلة النووية اللي انفجرت بهيروشيما. شو مصدرهم أو شو مسبباتهم النيازك لما ينزلوا؟ النيازك والكويكبات هي بقايا تشكل النظام الشمسي، كان عندك سديم هائل من الغاز جواته خلقت الشمس وخلقت الكواكب، وفي كتير صخور ما اتحدت لتعمل كواكب، ضلت عم تسبح بالفضاء. سو هودي انقسموا لعدة أنواع، المذنبات اللي بيكون فيها جليد الماء، مش هيك بس تقرب على الشمس بيسخن الجليد وبيعمل دال، مش هيك بنسميه مذنب، والكويكبات اللي هي ما بيطلع منها أبخرة، والحجار الصغيرة اللي بنسميها نيازك. فهولي كلهم ضروري ندرسهم، ضروري نفهمهم. أول شيء بيخلونا نعرف كيف تشكل نظامنا الشمس، يعني كوكب الأرض اللي أنت واقف عليه من 5 مليارات سنة ما كان موجود، تشكل بالتدريج. فاندماج الكويكبات مع بعضها
أدى إلى تراكم هالمادة هاي وعملت لك كوكب الأرض، عملت كوكب المريخ، عملت كوكب الزهرة، عملت كوكب عطارد وإلى آخره. نحن كنا دائما نسمع بفترة صار فيها عدة هزات أرضية وزلازل بالعالم، العالم الهولندي اللي طلع صار يربط موضوع الكواكب واقتراب الكواكب من بعضها بالهزات الأرضية والزلازل. بدي أعرف رأيك اليوم، هل إلى علاقة فعليا تقارب الكواكب من بعضها بالهزات الأرضية اللي عم نشهدها حول العالم؟ هلا العالم الهولندي فيه كتير رفض للحكي اللي بيقوله، لأنه لا يستند للعلم الأكاديمي. بالعلم الأكاديمي بيقول لك الجاذبيات تبع الكواكب غير كافية إن تخلق توتر على الفوالق. شو يعني فوالق؟ يعني مطرح ما بيلتقوا صفيحتين مع يعني مثل بلاطة وبلاطة التقوا، خط الالتقاء بنسميه فالق، فالق تكتوني. سو هالصفيحتين، هل جاذبية الكواكب بتأدي لأنه يزيحوا ويغيروا من اهتزازاتهم وبالتالي تسبب بزلزال؟ الرأي العلمي بيقول لا، رأيه هو بيقول ايه، بس هو زبطت معه. يعني في الزلزال تبع تركيا نجح بأنه قال هل هي صدفة إحصائية؟ هل هي زبطت معه والعلماء ما في شيء غايب عنهم؟ هيدا سؤال المستقبل بجاوبنا عليه. ما في جواب. زبطت معه وسط كتير من التوقعات يلي كمان ما زبطت معه، وبالتالي كما ذكرت ما فينا نبني على هيدا التوقع. آخر نقطة بس، موضوع لبنان، هل فينا نحكي عن لبنان كلبنان ولا نحكي عن قارة آسيا كقارة بموضوع الكواكب؟ هل مثلا أي أمر ممكن يحصل بالكواكب ممكن يشكل على منطقة معينة بالعالم أو لا ممكن يبيد العالم ككل ويبيد كوكب الأرض ككل؟ الكويكبات الكبيرة اللي بتبيد كوكب الأرض احتمال استدامة فينا كتير قليل، عم تحكي ألوف السنين، يعني تيجي واحد يضربنا يمكن أكتر حتى. احتمال انه تتضرر مدينة ويروح جرحى ويروح شوية قتلى بالصخور الصغير النيازة مثل ما صار بتشيليابينسك، مثل ما صار بألاسكا، هيدا قائم. بس هل هو وتيرته عالي؟ الجواب لا. هل بدنا نعمل بانيك؟ اكيد لا. فاذا المختصر المفيد لكل الموضوع، هل بدي خاف الليلة؟ لا. هيدا أهم شيء أنا بدي أطمن في الناس. طبعا رئيس تحرير مجلة علم وفلك، علم وعالم، الأستاذ مجدي. شكرا مجدي سعد، أنا بشكرك على كل المعلومات والمعطيات يلي قدمناها للمشاهدين. أنا طبعا بدي أتشكركم، يعني لابد دايما من متابعة الاختصاصيين لهذا الموضوع مع علماء الفلك والفضاء. طبعا وكالة الفضاء ناسا كما ذكر الأستاذ مجدي سعد عم بتتابع أمر الكويكبات وعم بترائب مدى قربة وتحركها وقربة من كوكب الأرض، هناك كثير من الحلول والإجراءات كما ذكر. طبعا ما في داعي للهلع، قبل 10 سنين 5 سنين وأكثر مش ممكن يصطدم أي كويكب بكوكب الأرض. أنا بتشكركم على حسن المتابعة، كان معكم محمد زهوي والزميل محمود الحلبي من خلف الكاميرا.